كسر الروتين بين الزوجين بالحياة الزوجية. دائما نحن منسمع انه ليش هو ما بيعمل هيك وبيقول ليش هي ما بتعمل هيك، وكأنه نحن بمكان نتقاضى فيه المشكلة. يعني هو بيقول ليش وهي بتقول ليش، وبالأخير طبعا وقت نكون أسرة بتضيع هيدي الأسرة وبيروح أجرها وبتروح أعمالنا هباء منثورة، ومنتحاسب كيفوهم إنهم مسؤولون. وهون هذا الموضوع خطر، لذلك بدي التفت. كسر الروتين وعدم انتظار الآخر حتى يبذل ويقدم، هذا موضوع طبعا فيه إيثار كبير، لأنه أنا مني ناطرة أنه هو يقدم. هذا الموضوع متوج بالإيثار، قديش نحن نقدر نكون عنا القدرة. وطبعا هون المرأة تسدد والرجل يسدد. ليش؟ لأنه أي شيء فيه رضا وفيه إصلاح، لأنه إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. كيف إذا كان هذا الإصلاح بين الزوجين اللي الله سبحانه وتعالى توج هذا الزواج برضا وسدد للزوجين الأعمال بين بعضهم البعض؟ لذلك كسر الروتين هو أمر مهم جدا، أنه أنا فاجئه بأمر جميل بحبه ويفاجئني بأي أمر، بهدية، باهتمام، بأي أمر. كتير مهم أنه أنا أكسر الروتين، وهذا أجر كبير لإلي، ما فكر أنه هو أمر عادي. تقبل الله.